من أكتر اللحظات المؤثرة والحزينة جدا في لعبة Red Dead Redemption 2 هي لحظة وفاة أرثر، بس احنا النهاردة هنعيش اللحظة دي من منظور شخص تاني وهو داتش. داتش اللي كان في موقف لا يحسد عليه على الإطلاق، وهو بيبص لأرثر وعنده كمية مشاعر متداخلة كبيرة جدا. فبعد ما كانوا بيلاحقوا أرثر عشان يخلصوا عليه، بيوصل داتش وبيدوس على المسدس ويلاقي أرثر بيلتقط أنفاسه الأخير، وبيقول أرثر واحدة من أقوى الجمل في اللعبة واللي أثرت فيا وفي داتش نفسه، وبقى مش عارف يقول إيه بعدها، وهي الجملة الأشهر في اللعبة I give you all I had. وهي نفس الجملة اللي كان بيقولها داتش في بعض الأوقات لما كان أرثر بيضغط عليه. وفي اللحظة دي بيدرك داتش إن ابنه صديقه الوفي والدرع القوي والحسن المنيع لعصابة فاندرلاند بينهار، وبيفتكر كل لحظة وتضحية قدمها أرثر للعصابة، وبيبقى حرفيا مش قادر يرد على أرثر، وفي نفس الوقت بيكون بيكلمه مايكا المخادع، ولكن داتش بيكون في اللحظة دي كأنه مش سامع حاجة خالص، وبيكون مايكا بيحاول يفهم داتش إن لازم يسيب أرثر يموت لأن خلاص المرض اتمكن منه، ولكن داتش ولا كأنه سامع حاجة وبيسيبه ويمشي هو في طريقه. وبنشوف بعدها بسنين داتش قاعد مش عارف يطلع من الزون اللي هو فيها، ومش شغله الفلوس او اي شيء تاني، هو عايز يعمل الصح اللي ما قدرش عليه وقت موت ارثر، لان احنا عارفين دايما ان داتش صاحب مبدا، وانه ما كونش العصابه من اجل الاجرام، هم خارجين عن القانون زي ما بيقول دايما. والدليل على كده ان اول ما بتسمع الفرصه لداتش انه يفوق ويعرف انه كان لازم يخلص من مايكا بيل من زمان، بنتفاجئ بداتش ويطلع ينقذ سيدي ادلر وجون مارستون من ايد مايكا بيل، وبيخلص على مايكا بيل وبيبص لجون بصه بتنم على كل اللي كان جواه طول الفتره دي، وبيسيب كل شيء ورا ظهره ويمشي. وفي اللحظه دي بس نقدر نقول ان داتش فاق، وبنحس فعلا ان داتش كان بينتصر لنفسه والارثر في اللحظه دي. وفي النهايه داتش هنا بيمثلنا كلنا لما بنمر بموقف معين في حياتنا ونتمنى لو يرجع بينا الزمن عشان ناخد القرار الصح، ولكن للاسف بيكون فات الاوان.